سيدي نبداو بالاخبار الاولاني. عندنا خمسه اخبار باش نقول عليهم لايك ولا ديسلايك. وعلاش يا سفيان شيخ؟ يا سيدي، لاعب المنتخب الجزائري حسين بن عيدة يعتذر لحنابعل المجبري بعد ما اعتدى عليه باللقطة اللي شفناها الكل هذيك في الماتش في نهائي كاس العرب، من خلال صورة تجمعهم زوز كتب عليها خويا وفيها معناتها كل اعتذار. جينو شكرا. انت مستر انا ديسلايك على الاخر. السيد عمل لنا الحشوم تاع البريك هذاك في التصوير الاخرانية، الجرحة شيء، الرجولية شيء، التربية شيء، والبونديتيزم شيء. بعد ما تخدش رمك فما مثل آخر ما يتقالش في الراديو تنقوله لكم بعض هذيك الكلية شيء. دونك السيد هذاك عارف روحه مش يرجع لطوال، تير السكرة وتحضر المدينية، تعرفها تير السكرة وتحضر المدينية، غدو انت تضرب في الليل ولا اسم الله عليك يضرب في الليل اكس ولا جريك، وماشي في باله الريدو هذاك اللي هو الليل باش يدوم، هذيك التخميرة تاع الحربوشة الأولى، تاع السيجارو الأول، تاع الكاسير الأولانيين، ديما خليه في دبوستو خويا. كي ما تنجموش، كي ما تنجموش تخليه في دبوستو. كي تعرف روحك أنت فما فرق بين الجرحة والرجولية والبونديتيزم اللي عملته أنت. شبي ما عمل شكاكة علي معلول، شبي ما عمل شكاكة يوسف المساكني، شبي ما عمل شكاكة إكس وجريك. احنا متربين، ريتو التوانسة قداش احنا خايفين، خايفين على خاطرنا رانا نجمو نعملو ما خير. ريت احنا وين ومتغشينا خاطر النجم ونعملوا ما خير ومتغشين، خاطرنا واثقين النجم ونعملوا ما خير وكنا خير من هكا ومتغشين على خاطرنا واخرنا وعلى خاطرنا حتى كيفاش نرجعوا لبلاصتنا 2010 في الاخلاق في الاقتصاد في الاجتماع في التواصل في التلفزيون في الاعلام في الكور، رانا النجم ونعملوا رانا واخرنا. دونك الشيء اللي عملوا هذاك راهو مبرر وضر الرماد على العيون. راني جاي لسوسه باش نلعب، يعيشكم كي نمشي للترجي ما تعملوليش، كي نمشي للمستير ما تعملوا شيء، ما تعملوش رد فعل. هو امتصاص غضب السيد هذاك باندي بالأحرصة، مش يبدأ في بالك وانا ناخذه أخلاقيا وقانونيا. لولا فما فيدرالية وفما اتحادية وفما جو أولمبيك وفما الأولمبيا تحكم سينو يخرج هذاك المركز. لما تخنقني سمعت وكان ركحت لك انا وانت ما دزكش اكس ولا جريك كنت طلع لي روحي. دونك السيد هذاك باندي ومش كي تعمل هذيك سالو ومش كي تعمل خاوة خامة خاوة خاوة، راهو هذاك ضرر الرماد على العيون. راهو اللي عملته هذاك الشيء وراهو ما يمثلش الجزائري الشيء اللي عامله عيادة ولا شو اسمه لا، خاطر العيب كلمة العيب كي تخرج ولا فعلة العيب كي تخرج بلاش مليارات ما تردش. انا عمري ماني مش ننسى لا هذاك بن عيادة اللي خنق حنبال ولا حفيظ الدراجي، هذو مزوز. دونك البونديتيزم شيء، الرجوليه شيء، والجرحه شيء. انا عمري ما ريت توسي يضرب البونيه. عمري ما ريت، خاطر تعرفوا كان يضرب البونيه معاش روح اولمبيه ومعاش توانسه، ندوروا عليه احنا. تاكل احنا جراف. ضربوا مصر ما تنساش هنا التالي بين ليتوال والاسبيرونس، معناها احداث بين سيسيس وليتوال في فينال كوب، معناها صاريف تصير حتى بين احنا توانسه. هذا بعد في الاخر هما انت تخدم صاريت وتشوف بعضهم. قال لك لا ونون اي با كاستيون كومبورتمون غلط. راهي ليكيب ناسيونال فيها التربيه وفيها السبور وفيها الاتليتيك وفيها الاخلاق وفيها الاستحقاق وفيها ان تو، راهو جوير تاش معناتها انفلونسور الحقيقي. انتم ما تعرفوا هو الفنان والكوارجي الانستغرام تاوجه زوز ما عندهمش الاكسبيريونس في المنتخب معناها. لا خويا لا يعملوا له راسك لو فما حدا فما حاجه اسمها معديني، وخاصه على مستوى ليتوال وعلى مستوى الجزائر. دونك السيد اللي عامله هذاك وراه باقي يتحايل علينا بك السالوتاسيون اللي عملها لنا وكالبوسه، وانا شخصيا رافعها التحايل ونعمل اللي نحب وبعد نطلب السماح. القانون ما يسمحش، هنا القانون الاخلاقي والقانون الرياضي ما يسمحش، وانت راك فوتيف وراك انت حبيت تعمل ضر على الرماد على ضر الرماد على العيون خاطر جاي لتونس لنا. اما سوا سيغي سختا حتى واحد ما يمسك وحتى واحد ما ينجم يتجرأ يفكرك في الفعله نتاعك الا تصاور والتوثيق على الفيسبوك والتوثيق على اليوتيوب. واضح. تقعد هذيك وصمة عار على جبينك انت شخصيا وما يتحملها معاك حتى جزائري. واضح. اوس لايك ولا ديسلايك؟ ديسلايك بالطبيعة. انا بالنسبة لي انا اعتذار غير مقبول، فهمت كيفاش؟ خاطر فما حاجات ساعات سهيل ساعة هو بالنسبة لذاك من عيدة نتصور سنوات اخرين مش تولي العباد تتصور مع يده اللي هي مسد حنبال المجبري كان يكمل في المستقبل هذاك في مانشستر يونايتد اللي تهبط في الراجل مانشستر، ومانشستر فيها كريستيانو فيها بوكبا فيها جوالات عالميين قاعده هبطت براود، معناها نقولوا نحن فخوره ولا فخوره بحنبال المجبري كجوار في العمر هذاك قاعد معناها يقدم في نيفو عالي. وهذاك اللي حكيته لكم المره اللي فاتت وقت
اللي قلت لك حتى كي حطينا مقارنه بجوارات تونس كبار قبل قلت لك فما دي جام وفما جوارات معناها اونيفو على الاخر دونك فوالا. اول حاجه العنف هذاك طيح حنا بعد في حسب رايي انا مش طيح له كما نقولوا نحن ساعات من المؤسف انك تكون عربي معناها خاطر لو جاي مثلا فرنساوي ولا انجليزي ويلعب في كوب دوروب صعيب تصير الفازه هذيك صعيب واحد يخنق واحد فهمتني في دونك كيس اللي عملته فما ديزاكسيون ساعات سوي كنركز معي شوي فما ديزاكسيون ساعات معناها فوت العنف اش معناها تولي يولي عندها تاثير اخر معناها الفلوس اللي عملتها قطر والتنظيم العالمي والضجه اللي عملتها البطوله والليكيبات العالميه اللي تتفرج في نجيو في ترح فينا نحن العرب وديم ونوريوني نحن معناها ملة اخيب ملة جابتها الكره الارضيه بالنسبه لي انا معناها علينا نوريو اخيب ملة معناها ما نقصنا شيء شنو نقص شي. بطوله عالميه منتخبات صحافه عالميه الكل تصاور ليش الشين انترناسيونال شنو اللي خليه يعمل هيك خاطر انا فوالا هذه المشكله ساعات حاجه تفوت معناها معناها وقت يجيك اوروبي يقول لك انت راك قعر والا راك 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 كيما كانوا يقسمونا ما نعرفش قبل ياسر كانوا يسمونا لي باغباغ لي زالي لي زالي لي باغباغ معناها قريتها كالعام في جوريديك سيفيليزي نون سيفيليزي وباغباغ اللي هو المتوحش معناها انسان متخطر هذاك عمل عمل باغباغ جوريديك نعم فهمتني دونك الراجل هذايا تعدى لمرحله اخرى معناها عباره جاي شوهنا صوره نتاع بطوله كامله علاش خاطر اخزر فما برشا صحافه عالميه خذيتها راهو جوار انترناسيونال راهو راجل جوار انترناسيونال معناها راهو عباره انت ما نعرفش معناها باش نقول لك كلمه معناها لو جاي يلعب في تونس ولا جاي يلعب في المغرب ولا في الجزائر اما انت الراجل مانشستر والدنيا وعربي خاطر لو تفهم البرا جستيون خايبه عارف اللي العالم الكل يتفرج في معناها هما بالنسبة لاجون مثلا كما قال بوه شفت بوه قال لاجون جاوا للدار يهنيوا فيه لاجون اللي هما نتاع مانشستر يونايتد معناها الطفل نقولوا نحن فخر باش يولي جديد للعرب يجي هذايا بن عياده معناها ومن بعد اللي هبط هو اللي هبط هو طفل حتى معناها قال طفل صغير بحذايا في القهوه الجمعه قال ايش بيه مش حافظ النشيد معناها في مخه قلت له ما يعرفش العربي معناها ما يعرفش يقول متربي غادي في فرنسا هو متربي فرنسا متربي فرنسا دونك ما يعرفش العربي ولكن الحاجه المزيانه ياسر اللي انا قلتها نفس الجمله طفل صغير نعاودها لك انه المشكله مش تبدا حافظ النشيد المشكله تعيش به هو عدى التيرا عايش نموت ونموت وي على الوطن فهمتني ثلاثة ثواني انا لتو ما تفرجش في البونتو الاول وسمعت اللي الجارديان خرج حاب يعمل اونزيام اي في البونتو الثاني ما تفرجت ما عادش حاب نتفرج اما قهروني زوز تصاور هما اللي مسخوا البطوله هذه زوز تصاور اللي قاعدوا يدوروا كيفاش جيستيون خايبه تخنق ابرز زوير بالبروفيل بالشعر بالصغر باللعب بمانشستر تجي تخلي العالم الكل يغزر لك بالموبيس فوا وبك الصوره الوحشيه وين خنقته وين ضربته وكان دزيته تكليته داخل في اللعبه اما انت تشد له مخرج النفس وتخنقه يعني انت تحب توفى الحياه شديت خنقته تحب تقتله زو الصور اللي قاعد يدوروا واحد با واحد او السيد هذاك بن عياده اللي خنق الجوير نجم يكون خارج من القرايه، اما السيد اللي يتكلم بالعربيه وينشط سي حفيده الدراجي هبط لنا جريمه، يعني واحد خانق والاخر قال لك اسود الصحراء مروا من هنا وثلاثه طايحين لوطه، اش معناتها؟ يعني نوع 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 من الجرم، نوع من العنف، فما كاينه انسان طايح والاخر كاينه جيش، كاينه حرب، دونك راكم الحقيقه نتاع ربي ما تستاهلوش تكونوا تزيريه.